السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض زينة رمضان من أكياس الشيبسي والكاراتيه. كل سنة وأنتم طيبين. هنحتاج أكياس شيبسي، هتجمعوا أكياس الشيبسي وتحتفظوا بيها عشان نعمل بيها الزينة، وهنحتاج مقص ودباسة. بس كده نبدأ ونسمي. بسم الله. هنجيب كيس الشيبسي وهنشيل الحرف اللي من تحت، والحرف اللي من فوق، ونفتح كيس الشيبسي الوش لوحده والظهر لوحده. عايزين تعملوه على الوش ده، انا همسحه بس. مسحت كيس الشيبسي. لو عايزين تعملوه على الوش الفضي او الوش اللي هو مطبوع عليه الكتابة براحتكم، هما الوشين شكلهم حلو. هجيب قطعة من القطع اللي انا قصتها وهقصها على تلاتة. بصوا، تلات شرايط كده بالطول. تحاولوا تجيبوهم يعني التلات شرايط قد بعض بالنظر. عايزين ترفعوهم اكتر من كده عادي براحتكم. انا هعملها على الوش الفضي. هجيب القطعه كده، احاول اظبطها. اهو، اجيب الحرفين وادبس بالدباسه. اجيب قطعه تانية ندخلها فيها كده زي الحلقات. اهو، في زينة بتتباع كتير بأكياس الشيبسي. لو مش عايزين الحتة دي بلاش. شايفين شكلها حلو قوي. اهو، لو عايزين ترفعوا الشرايط براحتكم. هخلص الفرع اللي معايا وهوريه لكم بعد ما اخلصه. بصوا الزينه بتاعتي بعد ما خلصتها، بصوا شكلها جميل ازاي، وعملناها من غير اي تكلفه من اكياس الشيبسي والكاراتيه الفاضيه. لو عجبتكم فكره زينه رمضان من اكياس الشيبسي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.